السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. معاكم مروة مروان من قناة الطبخ أحلى مع نغم. يا ريت لو أول مرة تشوفونا تعملوا لنا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. القناة بتاعتنا للناس اللي أول لسه مرة تتابعنا، القناة بتاعتنا بتقدم محتوى طبخ وتحديات، يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده الكنافه بالمهلبيه او بالقشطه الكدابه. لو عايزين تعرفوا الطريقه بتاعتها خليكم معانا لاخر الفيديو، ان شاء الله هتعجبكم. اعملوا لنا لايك واشتراك. يلا نشوف بقى المكونات والطريقه. هنبدأ بالمهلبية. دول 3 كوبايات من نفس معيار الكوباية بتاعت المية الكبيرة دي، كوباية بحط عليها معلقتين نشا كبار مليانين، يعني دول 3 كوبايات هحط 6 معالق نشا. هتعمل الحركة دي على البارد. عايزة تعمليها بتسخني اللبن الاول تخليه يغلي، وبعدين بتحطي هنا 1/2 كوباية من اللبن اللي انت معايره ده، بتحطي 1/2 كوباية بتحطي عليها النشا، بتدوبهم كويس. ثم اللبن بيغلي بتنزلي عليها اللي انت مقلباه في الكوبايه ده حاجه حاجه وتقلبيه كده. احنا حطينا 5 معالق، هنحط بقى المعلقه السادسه وبعدين نقلب على البارد. انا حطيت هنا رشه فانيليا في الاول قبل ما اصور، وما تحطش في سكر لان انت بتبقي ساقيه الكنافه بالشربات. هنقلب بقى كده لحد ما النشا تدوب خالص في قلب اللبن، وبعدين نحطها على النار وايدينا برضو فيها، يعني ما نسيبهاش، يعني مجرد ما تحس ان اللبن سخن هي تلاقيها بدات تجمد بقى وتقلبي فيها لحد ما تديك السمك اللي انت عايزاه. النشا طبعا متكتله في الارضيه، بتقلبه بالراحه كده لحد ما تدوب منك، وبعدين تنزلها على النار. هكملها انا بقى وارجع بقى احطها على النار، وما تخلص هوريها لكم ان شاء الله. ما بحطش فيها سكر زي ما قلت لكم علشان الشربات اللي هنسقي بيه الكنافه في الاخر. دي كده المهلبيه خلصت، وحطيت عليها معلقه سمنه دايبه بس واحده كده، وقلبتها بقت ناعمه، ملمسها ناعم وحلو ما شاء الله. هسيبها بس تبرد في جنب على ما اخلص الكنافه معاكم. معلقه السمنه اللي حاطينها على المهلبيه دي بتفرق قوي يا جماعه، خصوصا لو سمنه بلدي او زبده او لو حته قشطه، حتى بتفرق في طعم المهلبيه اللي انت بتحشي بيها الكنافه. ده حوالي 1/2 كيلو كنافه او يمكن اقل، انا كان عندي وقسمته يعني بالنظر. هحط عليه رشه سكر بودر علشان اللون بتاعه يبقى ذهبي وحلو. المعلقه السكر اللي بحطها دي مش هتفرق يعني في طعم الكنافه، مش هتسكرها ولا حاجه. وبنفركها معاها كده لحد ما الكنافه كلها تتغلف بالسكر، وبعد كده بنضيف عليها السمنه تكون انت مدوباها بس مش قدحاها، يعني تكون دايبه بس يا دوب مسخناها بس انها تفك. ده حوالي 1/2 كيلو او يمكن اقل بحاجه بسيطه. احط عليه حوالي مج سمنه سايحه، واحطه بالتدريج برضو. اهم حاجه كل جزء في الكنافه. انا المره دي الكنافه دي كانت في الفريزر، والمره دي برضو مقطعاها يعني فركتها كده قبل ما اصور. انا كنت عامله الفيديو اللي فات قبل كده وفركتها قدامكم، مش عارفه الفيديو اصلا نزل ولا لسه، بس انا المره دي مخليها الشعر بتاعها طويل شويه. المره اللي فاتت انا كنت هرياها شويه يعني مقلله القطع بتاعت الشعر نفسها بتاعتها كده، كنت مخليها صغيره. المره دي بقى انا مخليها يعني الشعريه طويله شويه. دي كله في ايدك انت وانت بتفركي في الكنافه طالما طالعه من الفريزر. هغلف كده الكنافه كلها بالسمنه. السمنه البلدي بتبقى خطيره يا جماعه في الحلويات دي. انا الحقيقه ما عنديش، بس عندي سمنه طعمها برضو كويس معقول يعني، فبعمل بيها. طبعا مش هينفع اقول اسمها عشان ما يبقاش اعلان.
اكمل بقى كده فرك السمنه في الكنافه وارجع لكم بعد ما اخلصها اوريكم شكلها ايه. هنا دعكت السمنه في الكنافه كلها وقسمتها على نصين، هجيب نص منهم احطه في الصينيه، الصينيه دي مدهونه بالسمنه برضو، هجيب النص الاولاني كده وافرده في قلب الصينيه، واحاول التكتلات اللي بتبقى موجوده من السمنه يعني بتبقى مخليه الكنافه ماسكه نفسها فيها دي، انا احاول افكها برده عشان متبقاش مكلكعه في الاكل. احنا بنحب الطبقه بتاعه الكنافه بتبقى رفيعه، اللي بيبقى فيها المهلبيه دي بنحبها رفيعه بعكس اللي هي بتبقى الساده اللي بتبقى بالمكسرات بس كده بنحبها تخينه شويه. انا عملت معاكم هاخد جزء من ده، انا عملت معاكم مره قبل كده، انا مش عارفه الفيديو اصلا نزل ولا لا، لان بخلص الفيديو بروح حافظاه على اليوتيوب على طول لحد ما اجي اظهره بقى واعمله عام وكده، فمش عارفه هو نزل اصلا ولا لسه. عملت مهلبيه بالكنافه عكس الكنافه دي كنافه بالمهلبيه، انا عملت بقى المهلبيه بالكنافه، مش عارفه دي ولا دي اللي هتنزل الاول. هظبط الطبقه دي عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. انا سويت الجزء الاولاني تحت اهون، والجزء الاولاني انت تضغط عليه جامد لحد ما بيمسك نفسه. طبعا عايزه تعملي لها حروف من هنا عشان المهلبيه ما توصلش للجنوب بتاع الصينيه وتتحرق، اعملي لها عايزه تعمليها زي ما انا عاملاها كده، اعمليها ما تخليش المهلبيه توصل للاخر، يعني خليها قبل الطرف بحاجه بسيطه كده عشان ما تحرقش. دلوقتي هنزل عليها بقى بالمهلبيه، هشتري الجزء اللي هيتحط فوق ده دلوقتي عشان اعرف اتحكم وارفض المهلبيه. احط كده بقى الوقت المهلبيه في الحله، احطها في الصينيه، احط عليها بقى معلقه سمنه كده من السمنه اللي باقيه عشان تبقى سهله للفرد. كده انا حطيت معلقه السمنه هتساعدني في الفرد بتاع المهلبيه كده، هتخلي يعني ما تمسكش في المعلقه، هتخلي المهلبيه ما تمسكش في المعلقه. بعد ما تفردي المهلبيه كده عايزه تحطي مكسرات حطي، ما انتش عايزه تقدري تستغني عنها. هفردها كده وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. انا فردت كده المهلبيه اهو، في المرحله دي عايزه تضيفي بقى مكسرات، دي انا هحط بشر الزبيب بس مش هكتر الزبيب لان انا ما بحبوش، ده بشر وفول سوداني كان موجود عندي كده من ساعه ما كنا بنعمل مع بعض القطايف، هضيف عليه كمان شويه كتر الزبيب زي ما قلت لكم لان انا ما بحبش الزبيب وانا بحب الكنافه دي، انا ما بحبش اصطاد بالزبيب اساسا. هزود بس البشر، احط بقى الطبقه الثانيه من الكنافه. هحاول افرفطها كده بايديا عشان ما تبقاش فيها تكتلات من فوق. طبعا بحب طبقة الكنافة اللي فوق دي تبقى رفيعة شوية عن الطبقة اللي تحت. الطبقة اللي فوق دي انت ما بتضغطيش عليها جامد زي ما بتضغطي على الطبقة الاولانية علشان ما تطلعيش المهلبية منها، يعني بتضغط عليها على المشي بس ان الكنافة تمسك بس نفسها كده. كده انا خلصت كمية الكنافة، هظبطها بقى. طبعا الشربات بيبقى بارد، يعني كنا عاملاه من قبل كده وسبتيه يبرد، يا اما لو عندك في التلاجة بتطلعيه يفك، يا اما على بيات، يا اما من قبل هتبدأي من اول النهار. طريقة الشربات انا هحطها لكم في صندوق الوصف، انا كنت عاملة فيديو لوحده كده للشربات، بس للشربات التقيل بيبقى موجود عندي في التلاجة، لو انا هعمل بلح الشام او هعمل قطايف او كده بستعمله هو تقيل، بس بطلعه برضو يبقى بحرارة الغرفة قبل ما ببدأ الشغل فيه، يعني الحاجة بتبقى سخنة وبطلعه على الشربات بارد. انما في الكنافة اللي بعملها سواء سادة او البسبوسة او الحاجات اللي بتبقى حباها انها تبقى طرية في الاكل دي، انا ببقى اخف الشربات شوية، يعني ببقى اخد الكمية اللي انا عايزة استعملها في الحاجة اللي بعملها وبحطها على النار وبزودها مثلا نص كوبايه ميه صغيره كده ولا حاجه عشان تبقى خفيفه. هوريكم برده تقول الشربات دلوقتي قد ايه.
يعني هو نفس الشربات التقيل اللي كنا عاملينه مع بعض، بس انا خففته بس على النار كده بنص كوبايه ميه، ده للكنافه بس او للبسبوسه لما اكون عايزه اعمل كنافه او بسبوسه، غير كده بستعمله تقيل زي ما هو كده. في اي نوع حلويات تاني هسيبها بقى الوش كده وارجع لكم. كده الكنافه بعد ما خلصت هرش بس على وشها كده حوالي معلقتين سمنه، يعني كده كميه السمنه اللي استعملناها كلها في نص كيلو كنافه ده حوالي مج وربع، مج بتاع الشاي. يعني قلبنا الكنافه دعكناها بالمج، والربع ده قسمناه ما بين اللي بسقيها على الوش ده والمعلقه ولا المعلقتين اللي حطيناهم على المهلبيه من جوه. هحطها بقى في الفرن. طبعا الفرن انا مسخناه وهوريها لكم لما تطلع ان شاء الله. هحطها على نار هاديه مايله للوسط، يعني مش هاديه قوي ومش عاليه، يعني هاديه قريبه للوسط. وهحطها في الفرن لحد ما الجنوب بتاعتها تحمر من هنا، هولع عليها من تحت بس. لو وشها احمر من صهد الفرن لان انا مولعاه من قبل كده عشان يسخن، ماشي. لو ما احمرش هولع الشوايه على وشها، حاجه بسيطه بس تاخد بالكم لان الوش بيتحمر بسرعه. هحطها بقى في الفرن وارجع لكم. كده شكل الكنافه بعد ما طلعت من الفرن. طبعا هي لسه سخنه، انا النور قطع عندي دلوقتي فانا بصور بالكشافات. شايفين العسل بتاعها خفيف اهو، زي ما قلت لكم خففته بنص كوبايه ميه بس، كل ده على السخن. هنسقي بيه الكنافه وهنغطي عليها عشان تفضل طريه لبعد الفطار. انا النور قطع عندي دلوقتي فاعذروني بقى لو كانت الاضاءه مش واضحه. هغطي عليها بقى وان شاء الله اما نيجي نقطعها كده مش هتقطع لما تجمد، على ما تبرد كده هنقطعها خرط مع بعض ان شاء الله. كده الكنافه بعد ما بردت وقطعناها، شايفين ما شاء الله الكريمه بتاعتها من جوه طبق قد ايه ما شاء الله عليها، اهي ما شاء الله بتبقى طعمها تحفه وجميله ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو تعملوا لنا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وبالهنا والشفا.